اهلا بيكم دعوه نفكر دعوه نوصل لحقيقه جديده في برنامج فكر دقايق تكسب حقائق في الدقايق اللي جايه هنفكر في محبه الخطوبه احنا عارفين كلنا وقت الخطوبه ده بيبقى وقت المشاعر فيه نار متاججه بقى وكل شخص ولد او بنت عايز يظهر الحب الشديد للطرف الاخر ربنا استخدم نفس التعبير في الكتاب في الحلقه دي هنفكر مع بعض ليه ربنا استخدم التعبير ده؟ في الحلقه دي هنفكر مع بعض ربنا كان عايز يقصد ايه من انه يقول لشعبه عن محبه الخطوبه. وكمان وده الاهم ربنا عايز يقول ليا وليك وليكي ايه النهارده؟ واحنا بنفكر في محبه الخطوبه. اذهب ونادي في اذني اورشليم قائلا: هكذا قال الرب قد ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبتك ذهابك ورائي في البرية في ارض غير مزروعة. الله بيفكر شعبه زمان في الآية اللي قريناها بيقول انه انا فاكر ليكي محبة خطبتك محبه الخطوبه محبه حلوه وربنا هنا بيعمل حاجه في منتهى الروعه مع شعبه بيفكرهم بالعلاقه اللي ابتدوها بيفكرهم ازاي هما سابوا كل حاجه ومشوا وراه بيفكرهم ازاي في بدايه علاقتهم بيه كانوا بيطوعوه يسمعوا كلامه يمشوا وراه رغم ان الله شافهم في مشهد وحش قوي قوي قوي. عبر عنه ارميه وقال الكلام ده. قال لأن شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تطبط ماء. شعب الله بعد ما اتعامل مع ربنا وكان في علاقة حب كبيرة اختبروا قوة الله اختبروا الله وهو بيعديهم في البحر ويشق البحر قدامهم اختبروا الله وهو بيجيب ليهم اكل المن اللي ما كانوش بيعملوا اي حاجه الصبح يلاقوا المن نازل عندهم وياكلوا جاب لهم سلوى اختبروا الله في معاملات كتير جدا وهو بيفتح قدامهم مدن حصينه اختبروا الله في حاجات كتير قوي وكان علاقتهم بيه علاقه حلوه لكن للاسف سنه ورا سنه ايام جريت وابتدوا الضلال يزيد فمن اول المرات اللي بعد ما انتصر الشعب في اريحه على طول كان في غلطه عندهم شويه تلاقي الغلطات زادت شويه حتى الملوك زي داوود يغلطوا مره فمره فمره تمادى غلط الشعب واصبح الشعب يستحق انه يتعاقب لكن الرب في محبه قلبه بيفكرهم بالعلاقة الأولانية رغم أنه الله سمح أنه يتقرص ودنهم ويعدوا في السبي ويعدوا في ضيقات كتير لكن هنا بيفكرهم بالمحبة الأولى فين المحبة الأولى؟ فين الكلام والعلاقة الحلوة اللي كانت بيني وبينكم؟ افتكروا الأيام اللي كنتوا بجد بتحبوني فيها أتخيل أن الله وهو في المشهد ده بيتعامل معهم كأب شايف ولاده ابتدوا يغلطوا وعايز يرجعهم ليه بيطبطب عليهم وبيقول لهم افتكروا افتكروا العلاقه الحلوه وبدل ما يعاقبهم ويكسر رقبتهم هو بيطبطب عليهم وبيفكرهم بالعلاقه القديمه يمكن في اول الحلقه انت فكرت معايا كده محبه الخطوبه يعني هنتكلم عن العلاقه بين شاب وفتاه هنتكلم في ايه في الحلقه دي انا النهارده عايز اوجه نظرك لحاجه مهمه جدا عملها ربنا مع شعبه وكمان عايز يعملها معايا ومعاك ربنا قلبه طيب قوي بيحبك حب عظيم والكتاب المقدس يعلن عن محبه الله لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه فالله حب حب عظيم أظهر محبته في موت الرب يسوع على الصليب. ورغم كل بعد ورغم كل تيهان أنت تهته ربنا النهارده بيخبط على باب قلبك وبيفكرك بالمحبة الأولى. ربنا عايز يفكرك النهارده وترجع بالذاكرة كده، فاكر الأيام أول ما خدت قرار بالتوبة؟ فاكر الأيام اللي كنت بتسهر قدامي وتصلي؟ أنا عارف إن في شباب وشابات كتير قوي بيسمعوني دلوقتي وهو بيقول كده ايوه انا زمان كنت متحمس قوي انا زمان كنت بمسك الكتاب المقدس واقرا كتير اقعد قدام الرب مش عايز اسيب الكنيسه مش عايز اسيب المؤتمرات مش عايز اسيب الجو الروحي ده النهارده في حاجات كتير قوي دخلت في حياتك وفي حياتك الحاجات الكتير دي خلتك بعدت عن ربنا الحاجات الكتير دي خلتك نسيت ربنا الحاجات الكتير دي خلت محبتك قلت أفكرك بالجملة الجميلة دي ودي عنوان الحلقة افتكر محبة الخطوبة ربنا النهاردة مش عايز يمسك ودنك ويشدها قوي ويقول لك أنت وحش لكن ربنا عايز يطبطب عليك ويقول لك أنا بحبك افتكر إنك في يوم من الأيام كنت بتحبني حب حلو وأنا مشتاق نرجع مرة تاني للعلاقة دي ربنا عايز يرجعك لمكانك مرة تاني وافتكر انه في قوتين بيتصارعوا جواك، في قوة مش عايزاك ترجع للمحبة الأولى بس في قوة تاني إلهية جاية من فوق هتمسكك وترفعك وتغير فيك. علشان كده لو ربنا لمس قلبك النهارده وبيقولك ارجع للمحبة الأولى، خليك عملي بقى. وأنا بختم معاك فكرتنا النهارده والحقيقة اللي بنفكر فيها عن محبة الخطوبة عايزك ترجع لكل حاجة بعدتك عن ربنا وتقول الحاجات دي في اسم الرب يسوع مش هرجع لها تاني يمكن علاقات ممكن يمكن حاجات في الشغل مش مظبوطة ممكن على فكرة أحيانا تكون الحاجات اللي بتبعدك عن ربنا وعن الحب الإلهي ده ممكن تكون مش خطية بس ممكن مشغولياتك الكتير ممكن اهتماماتك بمستقبلك ممكن جريك ورا الفلوس ورا المناصب ورا مستقبلك اللي عايز تكون بتوصل وتوصل وتوصل كل دي حاجات حلوه بس اوعى تنسى محبتك الاولى اوعى تنسى محبه الخطوبه ربنا النهارده بيخبط على باب قلبك وبيقول لك انا بحبك انت ابتديت معايا بدايه حلوه اوعى تخلي اي حاجه اوعى تخلي اي حاجه توقف محبتك ليا واوعى تخلي أي حاجة تعطل حبك ليا. محبة الخطوبة أيوه محبة متأججة وأنا من قلبي بشجعك إن تكون علاقتك بربنا علاقة حب متأجج، حب فياض زي ما شاب وشابة في الخطوبة بيتعاملوا مع بعض. اتعامل مع ربنا بالشكل ده بكل الحب وكل الإخلاص. أشوفك في حلقة جديدة، فكرة جديدة، حقيقة جديدة. ربنا معاك.